السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. ان شاء الله النهاردة هنعمل عصير استفندي، والجزر ده هسلقه وقطعه كده خليه وحده، وعصير ليمون وعصير برتقال. كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة رمضان كل سنة وانتم طيبين وبالصحة والسلامة يا رب. كده حط بقى شوية مية تاني كده ونسلقه كده. بعد ما افتح الاستفندي اروح احطها هنا كده، اطلع البذر منها كده، اروح احطها كده القشر بدأ ايه، اقطعه كده على خفيف خالص يضربه في الكبة. كده اروح فتحها كده كده، اطلع منها البذر كده. بعد ما احش البذر منها مخليش فيها بذر خالص كده، كده تبقى فاضية خالص. نشوفوا بقى لو بذر جوه نروح ايه مطلعينه، ونحوشوا بقى القشرة بتاعتها كده. نروح حطها ايه في العصارة كده. القشر ده بتاع الاستفندي يعمله بالسكينة يهضربه في الكب، بس اهم حاجه نحوش البذر عشان البذر ده بيدي المرار للحاجه يغير طعمه. السكينه كده قبل ما نحوش القش نطلع البذر. حوشنا القشر الاول هتلاقي الاستفند كده اتعصر في ايديه، هو ما بيتحمش زي البرتقال، هو اللي بيتحمل. كده خلصت، اقطع باقي حط دول في حاجه واقطع ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وكده حبايبي خلصت القشر الاستفندي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بس ايه ما ضربتوش جامد يعني. نجيب السكر ناخد بقى ايه كيلو الاستفندي كيلو سكر، نحط السكر وندعكه كده ونسيبه. بسم الله الرحمن الرحيم.
عشان يشد المرار يعني نستفاد كده القشر بتاعه، يعني يدي لسعة المرار بتاعه، وايه ادوس مع السكر، نسيبه ساعة ساعتين كده، وكل ما يطول يكون أحسن. وطبعا ايه مش الاستفند ده فيه فوائد جدا جامدة احنا نستفاده بيه، نسيبه كده ساعتين ثلاثة، ونخلي العصير برضو وحدي، وبعد كده ايه كبوه على بعض، يكون ايه شد ايه المرار بتاعت الاستفند. نعمله عصير كده ان شاء الله في رمضان بإذن الله. كل عام وانتم بخير، ويعودها علينا وعليكم يا رب الخير يا رب. وكده حبايبي بعد ما حطينا السكر شوفوا عامل ازاي، طعمه ممتاز جمال وريحته. ده هحطه بقى في التلاجة ساعتين تلاتة، عايزين تبيتوه يوم عادي. السكر مع قشر الاستفندي عامل ازاي، نستفاده من اي حاجة. راح احطه في التلاجة، بعد كده نعمل عصير البرتقال، عصير الاستفندي نشيلوه برضو، بعد كده ايه نحط ده ان شاء الله على ده، وهوريه لكم. طعمه وريحته في منتهى الجمال، ونستفاد بيه. وبعد كده نحط عليه العصير العصير الاستفندي، والجزر سلقته وده هشيله لوحده. عايزين مثلا تعملوا عصير وحدتين جزر كده تضربيهم مع الاستفندي مع البرتقال يمشي، بس كل حاجة كل حاجة وحدي. نحط العصير كده، بسم الله الرحمن الرحيم، على العصير بتاع الاستفندي، واضربه بقى ضربة الخلاط. ده ايه مركز جدا جدا. بصوا ما شاء الله عصير استفند مركز، يعني بعد ما عملته في العصارة صفيته ومع البشر البرتقال، رحت برضو حطاه تاني وضربه في الخلاط وصفيته، وده القشر بتاعه اللي طالع منه. ده هاخده كده احطه في كيسة او في علبة، وهشيله اي حاجة كيك اي حاجة حطه فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، كده حبايبي القشر وعصير الاستفندي هحطهم بقى ايه هنا. مركز ده، بسم الله الرحمن الرحيم. البشر الاستفندي لما صفيته، وده المركز الاستفندي، وده جزر سلقاه كده نص سوا، عشان لما يعني عايزه احطه على استفندي احطه على اي حاجه. وحدتين بضربه في الخلاط مع الاستفندي، وده البشر ممكن احطه على اي حاجه تاني.
كيك او اي حاجة. وده الجزر ويتحطه في التلاجة، ولما الواحد يعوز حاجته يلاقيها ايه عنده، وحاجة انتوا عاملينها بايديكم. لو عجبتوا الفيديو حبايبي اشتراك ولايك وشيرون الفيديو كده، واشكركم جدا جدا على ذوقكم الجميل والكومنتات الحلوة، واشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.